لسه كمان بنكمل مع المشاهدين. احنا يوميا بنتابع الحدث الاكبر في الوطن العربي اللي بيقام في مدينه العلمين الجديده، وبيضم مجموعه كبيره من الفعاليات الرياضيه والفنيه والغنائيه، وهيكون في كوكبه كبيره جدا من اهم المغنيين في مصر والوطن العربي. خلونا بقى نعرف تفاصيل اكتر من مراسلنا في العالمين محمد سعد. محمد مساء الخير. محمد يعني احنا عايزينك تحكي لنا عن الجو دلوقتي عندكم ايه، واحنا كلنا متشوقين جدا نعرف، وايه اللي بتستعدوا ليه النهارده، ويا ترى هيكون في احداث رياضيه او فنيه النهارده بالذات ولا لا؟ كلمنا يا محمد عن الموضوع ده. مساء الخير يا استاذ سناء، ومساء الخير يا زميلتي العزيزه سائل، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين ومشاهدين السفيره عزيزه. بحييكم من المدينه الساحره، مدينه العالمين الجديده واللي انطلق فيها مهرجان العالمين، العالم عالمين. يعني بالفعل انطلقت فعاليات المهرجان منذ اول امس، طبعا كانت بدايتها بمباراه التيك بول، كانت طبعا للسيدات. شارك في المباراه ديت عدد كبير جدا من النجمات العالميات في مباريات التيك بول، وبعد كده طبعا كان بالامس كان في تحدي الجيل الذهبي. لو هنتكلم الاول على الفعاليات اللي هتكون موجوده النهارده، هيكون طبعا في استكمال لدور المجموعات لمباراه التيك بول، واستكمال للنهائي او المباراه النهائيه لتحدي الجيل الذهبي. الاول هنتكلم على يعني مباريات التيك بول او فعاليات التيك بول. سامعني يا محمد؟ انا عايز اعرف يعني ايه الجيل الذهبي في الرياضه، يعني ايه ازاي مين؟ حاضر. الفعاليات، لا انا بقول مين الجيل، يعني ايه الجيل الذهبي؟ هي الفعاليات الرياضيه تحدي الجيل الذهبي. ايوه الجيل الذهبي ده مين؟ اللعيبه طبعا شاركوا عدد قدام، يعني هل هم زي كابتن عماد متعب؟ هايل. ها ومين؟ كابتن عماد متعب، كابتن حسام غالي، كابتن ناجي جدو، كابتن عصام الحضري، كابتن احمد حسن، طبعا كابتن حسام حازم حسن إمام. طبعا الصغير، لا عدد طب كابتن حازم امام، عدد كبير جدا من نجوم الجيل الذهبي اللي احنا حبيناهم. يعني مجرد ما تشوفي الماتش امبارح يا استاذ سناء تحس كده، ترجعي كده لاجواء امم افريقيا 2006 2008، الاجواء كانت حماسيه. بص يا محمد، انا لو عرفت ان المجموعه دي موجوده عشان تلعب ده انا كنت جاري على العالمين، يعني كفايه الاسماء الجميله الوحشانه اللي موجوده ما زالت على الساحه، لكن بتمثل بالنسبه لنا اهميه. يعني الحقيقه حقيقه ده الجيل الذهبي الحقيقه. كمل بقى يا محمد، معلش انا اسفه ان انا قاطعتك. لا 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 طبعا لا خالص، بالظبط زي ما حضرتك قلت يا استاذ سناء، استكمالا لكلام حضرتك، فعلا في ناس كتير جدا جم وشاركوا وحجزوا طبعا عشان يشوفوا الماتش الجميل ده، وطبعا ناس كتير جدا عشان يحضروا النهائي، عشان الكلام اللي حضرتك قلتيه الجيل الذهبي ده كلنا، واحنا كلنا كل واحد كان بيشجع اللاعب بتاعه. لما كنا شايفين امبارح ما شاء الله كابتن حسام غالي، يعني ما شاء الله كانه لسه معتزل امبارح او ما اعتزلش، كابتن عصام الحضر وهو واقف في جون، كابتن امير عبد الحليم، كابتن احمد حسن العميد، كابتن عماد متعب. والجميل بقى كمان الروح الحلوه اللي كانت ما بينهم، يعني الروح جميله جدا، الاجواء كانت حماسيه، وفي نفس الوقت يعني الغريب جدا يا استاذ سناء انك لما تشوفهم وهم بيلعبوا
تحسي يعني مثلا كابتن حسام غالي وهو بيلعب وكابتن احمد حسن كان مباراه نهائي افريقيا، بيلعبوا بطريقه جديه جدا، يعني مش جاست فور فن، لا احنا جايين نلعب بشكل جدي جدا. يعني في رسائل كده في المباراه اللي احنا شفناها امبارح جميله، ده غير الاجواء بقى الجميله، بقى الاجواء الجميله تشوفي بقى فئات عمريه بقى مختلفه، اطفال جايين يشوفوا الناس الجميله اللي اسمها موجود في عالم كره القدم من زمان وحببونا في كره القدم، الجيل الذهبي بجد اللي احنا حبيناهم، تشوفي الناس كلها وهي بتشوف كابتن محمد فضل. لو حابه طبعا ادي حضرتك معلومه على الماتش كان عامل ازاي او ترتيب الفرق او الكره الشاطئيه، هو طبعا مباراه الكره الشاطئيه عباره عن اربع فرق، فريق كابتن حازم امام قابل فريق كابتن حسام غالي، وفريق كابتن محمد فضل قابل فريق كابتن احمد حسن. طبعا فريق كابتن حسام غالي غلب فريق طبعا حازم امام طبعا، وعشان كده لا يعني ما عشان بصراحه اللعب كان قوي جدا ما شاء الله، كابتن حسام غالي عمل ماتش هايل وبيلعب بطريقه جديه، انا يعني هو بيلعب في ماتش نهائي للمنتخب، يعني مش جاست فور فان، مش كره شاطئيه، لا بيلعب بشكل جدي جدا. فريق كابتن محمد فضل غلب فريق كابتن احمد حسن اللي كان فيه كابتن عصام الحضري، غلبه 10-9 ضربات جزاء بالمناسبه. ده كان باسكت، ده كده باسكت مش كرة قدم. 10 طب انا بهتم كمان بالحفلات النهارده النهائي. النهارده النهائي. طب انا بهتم كمان بقى بالحفلات الفنيه، ماليش في الرياضه قوي، فقول لنا بقى في اي حفلات، ايه الجدول بتاع الحفلات قريبا الفتره اللي جايه؟ الجدول مليان طبعا يا سالي بكل الحفلات. طبعا يوم 21 حفله تامر حسني، انا عارفه انها قربت، حفله للفنان تامر حسني. بالظبط، حفله الفنان تامر حسني، بعد كده طبعا حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت، وبعد كده حفله الفنانه اليسا، وبعد كده عندنا حفله عندك التواريخ ولا وحفله المواعيد بتاعتها تواريخها؟ المواعيد طبعا الجدول بينزل اول باول، يعني شويه بشويه. اول حاجه طبعا عرفناها اول باول، طبعا اول حاجه عرفناها حفله تامر حسني ان شاء الله 21، بعد كده اول باول الجدول بتاع الحفلات هينزل. عندنا كمان حفله لفرقه كاريوكي، وعندنا حفله للراب العالمي روز، ده غير طبعا عروض الازياء، وفي عروض ازياء عالميه، وطبعا مايكل سينكو المصمم الازياء العالمي، ده غير طبعا فاشن شو هيكون موجود على اعلى مستوى، غير المشاركين لتنظيم الحفل وتنظيم المهرجان، ناس على اعلى مستوى طبعا، يعني بينظموا حفلات في كل العالم. المكان اللي انا متواجد فيه ده هو اللي بيتلعب فيه طبعا او بيحصل فيه الفعاليات، المنطقه اللي احنا موجودين فيها زي ما انت شايفه سالي واستاذه سناء، ده منطقه الابراج، بحاول تشوفوها كده يعني على الهواء مباشره، وده طبعا ده هنا الجمهور بيجي هنا كل يوم. المكان هنا طبعا المنطقه اسمها نورث سكوير، هنا في ممشى نورث سكوير، المكان رائع هنا طبعا بالليل لما نلحق الناس تحب تتمشى، طبعا مليان بالمطاعم والكافيهات والمحلات التجاريه، وطبعا في يعني في اقبال كبير جدا 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 على المهرجان، مهرجان العالمين، العالم عالمين، ده غير طبعا الاجواء الرائعه. انا عاوز كمان اوريكم منظر البحر يا استاذه سناء، المنظر الرائع اللي انتوا شايفينه ده طبعا، ده غير انا بحاول اوصل لكم نسمه الهواء، نفسي احاول اوصل لكم نسمه الهواء الجميله اللي انا بحاول يعني في نسمه هواء كده جميله، الناس زي ما انتوا شايفين قاعدين على البحر بقى وكده، كل في بقى الاستعدادات بدات عشان طبعا نهائي الماتش النهارده، طبعا ماتش تحدي الجيل الذهبي، وماتش الدور النهائي للتيك بول. لو حبينا كمان نتعرف على لعبه التيك بول، ايه لعبه التيك بول دي؟ دي هي لعبه اصلها من المجر، بدات تدخل من بدايه من عام 2004 اصلها من المجر، اللي اخترعها طبعا لعيبه كبار كره قدم، وهي بتتلعب بالرأس والرجل، بس أهم حاجة ما يتمش استخدام الإيد فيها، هي لعبة شيقة جدا، في ناس كتير جدا بيحبوها، هي ما بين البينج بونج وكرة القدم. الأجواء حلوة قوي، لسه طبعا كمان يا أستاذة سناء في فعاليات كتير رياضية عندنا، لا احنا هنتابع معاك كل يوم. بص يا محمد،
أنا عايزاك تتوقف عن الأوصاف فضل. اللي أنت عمال تقولها دي عن الحتة دي اللي أنت بالتحديد في مصر اللي أنت واقف فيها، لأن إحنا ابتدينا نحس إن إحنا عايزين نحزينك. درجة الحرارة النهاردة 40 يا محمد، مش بالحرارة عندنا. بالجمال اللي موجود ده هناك هنبتدي نحسد فيك، فأنت حفاظا على صحتك وعلى وجودك هناك وانك تكمل لنا تبقى المراسل بتاعنا، وقف الكلام عن المنطقه دي، حاجه تفرح القلب وحاجه تشرف كل مصري، وربنا يخليكوا تقضوا، لان احنا مش قادرين نسيب الشغل هنا اهو. والله يا محمد يعني ربنا ان شاء الله هيخليكوا تتمتعوا باجمل ايام في هذا المهرجان العالم، يعني العالمين، العالم عالم عالمين، عالم عالمين، أكبر مهرجان في الوطن العربي كله، وشكله أشيك واحد وأجمل واحد، وبربنا مديهم بحر ما حصلش في الدنيا دي كلها. يلا كفاية عليك كده يا محمد النهاردة، عشان كل يوم نلتقي بيك ونعرف الجديد، ويعني بنتمنى لهذا المهرجان أنه يحقق كل 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 أحلامنا بالنسبة له، ونجاح عالمي مش نجاح مصري فقط. شكرا يا محمد سعد مراسلنا في العالمين.